هل حقا أن الكاظمي في إقليم كردستان لتدعيم تحالف سياسي لحزب الكاظمي مع الكرد ويمكن مع أطراف أخرى سيأتون في القادم لانتخابات حزيران 2021؟ بكل صراحة أيضا بما يتعلق بسليمانية وليقول الاتحاد الوطني في السليمانية لم يتم بحث هذا الموضوع في لقاءاته ثق. ثم رئيس الوزراء صديق لكل هؤلاء القادة، صديق قريب لفخامة رئيس الجمهورية، صديق قريب للأخ لاهور طلباني وأخ بافل، كل متواصل بينهم لأمور كثيرة تخص البلد. ما يحتاج يجي سليمانية في هذه الزيارة ليتكلم معهم في موضوع مصيري مثل هذا؟ هسه ما أقول هذا الموضوع ما تم بحثه في اجتماعات أخرى ولقاءات أخرى، لكن في هذا اللقاء تحديدا في زيارته إلى السليمانية لم يكن هدف الزيارة أن يقول لهم للكرد تعالوا لنا يكون لدينا قائمة أو كذا أو تحالفات.